مرحبا بكم. سنتعرف اليوم على 25 مثلا من بين أجمل الأمثال باللغة الفرنسية. كي فول ان اوف فول ان بوف، الذي يسرق بيضة يسرق ثورا، بمعنى من ارتكب سرقة بسيطة فقد بدأ أول خطوة في طريق السرقة، وسينتهي الأمر بسرقة ما هو أثمن. روم ne s'est pas faite en un jour. روما لم تبنى في يوم واحد. والمقصود من هذا المثل أن إنجاز الأعمال العظيمة يحتاج وقتا طويلا. Tout ce qui brille n'est pas or. ليس كل ما يلمع ذهبا، فالمظاهر تخدع أحيانا. Après la pluie, le beau temps. بعد المطر يأتي الطقس الجميل. ويقصد من هذا المثل أن المحنة التي يمر بها الإنسان ستنتهي ويأتي بعدها ما يفرح القلب. Qui sème le vent récolte la tempête. من يزرع الريح يحصد العاصفة، بمعنى من يقوم بعمل سيء ولو كان صغيرا فسيعود عليه بعواقب أسوأ مما فعله. Bon nageur sont à la fin noyés. يغرق السباحون الجيدون في النهاية، بمعنى أن الثقة الزائدة في النفس قد تؤدي إلى هلاك صاحبها. شارشي اون ايغوي دون اون بوت دو فوان، البحث عن إبرة في كومة قش، أي البحث عن شيء من المستحيل إيجاده. كي نو تونت ريان ناغيان، من لا يحاول لا يجني شيئا، ومعنى هذا المثل أنه لا يمكن النجاح بدون مجازفة. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. لا توقد القطة النائمة، ويقصد من هذا المثل أنه لا يجب إيقاد الجروح والآلام القديمة التي قد تؤذي الآخرين بذكرها. L'appétit vient en mangeant. تأتي الشهية مع الأكل. فقد لا ترغب في ممارسة الرياضة مثلا، لكن ما إن تبدأ حتى تختفي عدم رغبتك أو كسلك. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. لا تضع كل بيضك في سلة واحدة، أي لا تجعل شيئا واحدا يحدد نجاحك أو سعادتك أو مالك، فقد يستثمر الشخص مثلا كل ثروته في مجال واحد معين فيفقد كل شيء. L'amour est aveugle. الحب أعمى، بمعنى أن الإنسان عاجز عن رؤية عيوب من يحب. L'habit ne fait pas le moine. الثياب لا تصنع الراهب، والمقصود أنه لا يجب الحكم على الناس من مظاهرهم، فالشخص الذي يرتدي وزرة بيضاء لا يعني بالضرورة أنه طبيب. L'argent ne fait pas le bonheur. المال لا يصنع السعادة. Chien qui aboie ne mord pas. الكلب الذي ينبح لا يعض، ومعناه أن الأشخاص الذين يكثرون من تهديد الآخرين لا يفعلون شيئا مما يقولونه. Il faut battre le fer quand il est chaud. يجب طرق الحديد ما دام ساخنا، والمقصود من هذا المثل هو أن يستغل الإنسان الفرصة إذا جاءته، فقد لا تعود مرة أخرى. Tous les chemins mènent à Rome. كل الطرق تؤدي إلى روما، بمعنى أنه توجد عدة طرق للوصول إلى هدف معين. La vacherie famine sur un tas de blé. يصنع البخيل المجاعة على كومة من القمح، أي أن البخيل مهما بلغت ثروته لا يستطيع أن ينفق منها. Il vaut mieux arriver en retard qu'arriver en corbillard. أن تصل متأخرا خير من الوصول في عربة نقل الموتى، بمعنى أن التأني والحذر أفضل من السرعة والتهور. L'homme propose et Dieu dispose. الإنسان يقدر والله يدبر،
فالإنسان يخطط ويجتهد لتحقيق أهدافه، والله يفعل ما يشاء. L'oisiveté est la mère de tous les vices. الكسل أم كل الرذائل. فالشخص المتكاسل الذي لا يعمل لديه كل الوقت للتفكير والقيام بالمعاصي. Les chiens aboient, la caravane passe. الكلاب تنبح والقافلة تسير. والمقصود هنا أن الإنسان الواثق من نفسه ومن اختياراته يواصل طريقه دون أن يستطيع الآخرون إيقافه. Mieux vaut être seul que mal accompagné. أن تكون بمفردك خير من الرفقة السيئة. Les chiens ne font pas des chats. الكلاب لا تلد قططا، بمعنى أن الأطفال يرثون من مميزات وعيوب آبائهم. ويستعمل هذا المثل لانتقال السلوك السيء للآباء وأبنائهم. Quand le bateau coule, les rats partent les premiers. عندما يغرق القارب تغادر الجردان أولا. والمقصود هو أنه عندما يصعب إيجاد حل لمشكل ما ييأس بعض الناس ويتركون أصدقائهم ويهربون. لا تنسوا مشاركة الأمثال التي تعجبكم في التعليقات، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.